احتفالية حلوة وبسيطة ورائعة ومهمة وواقعية، مش يلا بينا نعمل حفلة، لا، يعني في استقصاء وبحث وتفتيش حقيقي عن الملهمات المصريات علشان نطلع أبرز النماذج. خد بالك، الملهمات المصريات أو سيدات مصر الحقيقة تقدر تعد فيهم ملايين ملايين من أصحاب أدوار أكتر من عظيمة وملحمية لو حبيت تسميها كده. وهنا هتشوف إنه السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس التقت بمجموعة من الملهمات في إطار الاحتفاء، وهنا في فرق ما بين الاحتفال والاحتفاء بالملهمات المصريات. سيدة نورة الغزولي أو نورة غزولي، وهي إحدى رائدات الأعمال، ويمكن السيدة انتصار السيسي اتكلمت عن الرائدات وقالت دول نماذج مهمة جدا جدا. أهلا بيك يا أستاذة نورة. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. عايز نفهم أكتر عن تجربتك بعد إذنك. والله أنا سيدة بسيطة مصرية، انفصلت عن جوزي وكان عندي 3 أولاد منهم طفل معاق، وبس ربنا يعني معايا. مع حضرتك يا فندم. ربنا ما أردش وتوفى من 3 سنين عن عمر 13 سنة بعد رحلة طبعا علاج ومعاه. وبعدين بدأت رسالتي بقى مع أخته وأخوه التانيين، بدأت بقى أفكر إزاي أحسن من معيشتنا من حياتنا، أوصلهم لمستوى كويس رياضيا علميا. اشتغل كان يعني عندي تروسيكل، بركب تروسيكل وبشتغل عليه، بلف وبوزع عليه شغل، والحمد لله قدرت ان بنتي دلوقتي تانية كلية تربية رياضية ما شاء الله، ابني تانية اعدادي كلهم بيلعبوا رياضة الحمد لله، ومكملة الحمد لله. الحمد لله وبإذن الله مكملة بمنتهى النجاح، وهتشوفيهم أحسن ولاد في الدنيا وهيبقوا فخورين بيكي فخر مذهل، يعني إذا كان مصر كلها فرحانة باللي عملتيه. يعني يجي يمكن في بالي السؤال كده، إنه إمتى اتبلغتي إنه حضرتك هتروحي، أو مش بالظبط إمتى، يعني اتبلغتي إزاي وكان رد فعلك إزاي إنه عرفتي إنه حضرتك واحدة من المكرمات في هذا الاحتفاء؟ والله يا أستاذ يوسف أنا الوحيدة في بني سويس اللي اتكرمت من سيدة مصر الأولى دكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي، دكتور هانم، ست رائعة صراحة. صحيح، جدا جدا. نعم جدا جدا فوق ما تتخيل. أنا كان يعني بلغت يوم الخميس تقريبا الساعة 5 أو 6، قالوا لي بكرة المفترض ان انت هتكوني الساعة 1 في مصر علشان في تكريم في دنيا، فاهم كل حاجة بسرعة، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي هتكرمك. ايه ده، معقولة؟ ما كنتش مصدقة. مش على البال. لا خالص، متوقعة الموضوع. ده كان المجلس القومي للمرأة هو اللي خطأ، فقلت تمام، هو المفترض يعني ان هم اللي هيكرموني، بس هم يعني ايه حبوا يجاملوني او بس لما رحت ولقيت الموضوع، لا، لحد ما نادوا عليا وقالوا لي هانم عايزه تكلمك وجها لوجه، يعني وانت قاعده معاها كده تقعدي وتتكلمي وتقولي كل اللي انت عايزاه براحتك. فدخلت واتكلمت عليها، يعني هاني جميله 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 في كل حاجه، راقيه متواضعه، كنت مبسوطه
حسيت ان انا كل متطلباتي في الحياة عملتها، كنت بسيطة جدا. قعدت معاها عشان تسمعني، هي جاية تسمعني انا. هايل، كل الشكر كل الشكر كل الشكر لحرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانتصار هانم، يعني شكرا شكرا بجد ليها. طب مدام نور هسألك سؤال بعد إذنك، ولك الحق في إنك تجاوبيه أو هتقولي لأ أنا هحتفظ بده لما دار ما بيني وما بين قرينة الرئيس. والسؤال اتفضل. كده واضح، حكيت لها إيه أو قلت لها إيه؟ والله الهانم فاهمة، هي عارفة بتكلم، هي عارفة كل حاجة عني. كويس قوي. يعني أنا وأنا جاي، يعني أنا متخيلة إن أنا لقيتها هي عارفاني وكأنها صاحبتي من فترة رائع بتتكلم معايا، فما حسيتش إن أنا محتاجة أتكلم. انا حسيت ان انا محتاجه اقول لها انت جميله، انت رائعه، انا مبسوطه وسعيده ان انا قدام حضرتك. عارفه كل حاجه عني، بس انا حكيت لها برضو ظروفي، اكيد مشواري مع اولاد، كانت بتسمعني متجاوبه معايا. قلت لها انا نفسي احضنك وابوسك بجد، والله العظيم يا استاذ يوسف عارف ست جميله جميله، الله اكبر عليها، ربنا يحفظها يا رب يا رب يا رب. حاجه حاجه فوق ما تتخيل، في ابتسامه كده جميله. قلت لي طبعا طبعا. يعني كان اللقاء جميل جميل، تكريم حلو قوي من الدوله ان تقول لك انك إن في حد وراك، إن الكل مجتهد نصيب، صح، إن اللي بيعمل وبيجتهد أيا كان مهما كان إنسان بسيط جدا، في يوم من الأيام هيلاقي في حد بيقول له إحنا وراك معاك، مش أنت بس اللي بتجري، لا في ناس شايفاك وبتقول لك برافو اجري كمل. فدي حاجة حلوة من الدولة يعني. طبعا طبعا، وكلنا بسطاء يا مدام اسراء، احنا كلنا على باب الله. كل يا استاذه نور انا اسف، كلنا على باب الله، ومهم قوي انك انت فعلا تفضلي جامده وتكملي المشوار بتاعك وما تتراجعيش ابدا وما تتعبيش، يعني علشان خديها مني كلمه، ولادك هيشيلوكي على راسهم على راسهم، تأكدي من ذلك. أنا عارف أنا بقول لك إيه، اعتبريني صاحب تجربة ما بشكل أو بآخر، هيشيلوكي على راسهم وفي عينيهم. أنا بشكرك جدا مدام نورة، وأشكرك جدا على المداخلة، وأشكرك جدا على هذا الوضوح والمباشرة والصراحة. أستاذة نورة غزولي، إحدى المكرمات من السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة الرئيس.